يفرز شخصيته وياها في ميول معينة، كل هالتفاعل المعقد الإنساني مع المعلومات يسمى معرفة. المعرفة تحدد الإنسان شلون قاعد يتصرف. خلنا نعطي مثال ثاني على الكذا، شوية ندش شوية أعقد في التعريف لأنه هو طبعا يتعقد شوية عن موضوع السواقة والكذا. في صديق عندي هنا أمريكي ريال يعني في أواخر الستينات من عمره، هو ناظر أحد المدارس الخاصة الأمريكية الحين مشي. المهم في وقت الانتخابات مالت أوباما قاعدين نسولف، كان أقول له يعني من راح ننتخب؟ أنا قلت له من راح ننتخب كني سبيته، أشوف الريال يعني شذي وصار عاطفي وما أدري شلون. كان يقول أنا لأول مرة في حياتي ما راح انتخب. والله وش حاجة ضايق خلقك؟ وايد الربع يسوونها. يعني ريال جريب يبكي مو مشكلة. قلت له ليش؟ قال شوف مكين هذا أنا ما أحبه ولا أثق فيه. قلت زين أوباما؟ قال أوباما خوش ريال، بس ماني متخيل نفسي إن رئيسي يكون واحد من أصل أفريقي. أنا أقول لك وأنا مستحي أقول لك الحكي. قلت لو زوجتي؟ قال لا زوجتي راح ننتخبه بس أنا ماني قادر. انتبه، هذه معرفة. المعرفة فيها قيم، فيها يعني المعلومة تأخذها شلون تتصرف فيها، بالشكل تتصرف فيها، بالاتجاه اللي تحطها، بدوافعك الشخصية وأحاسيسك ووجدانك وضميرك، ها، والأشياء اللي تأخذها من البيئة، البريجيديسز والعنصرية والكذا والتحيزات، كل هالأشياء هاي تنخلط على بعضها شكل سلوك الإنسان كيف ينفذ الأشياء. وايد مهم نفهم هالموضوع، جدا 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 مهم. وبيت القصيد في كل هذه المحاضرة مسألة فهم المعرفة. فالتدريس والمدارس والكذا والهذا مهم جدا، ولكن ما هي تحل المشكلة، لأن حقيقة ممكن حتى قاعد نظلمهم. يه من يقول لك مخرجات؟ إنزين وايدين مدارس خاصة وبعدين يروحون مدارس كذا. هل قاعد بعدد خريجين من هذيلي قاعد نشوف كفاءات وقيادات وكذا موجودة في البلد؟ إذا في كفاءات وقيادات وكل هالشيء شو مشكلتنا عيل داخلين ما إحنا عارفين نسوي شيء؟ في مشكلة somewhere else، في مشكلة في مكان آخر، في خلل هيكلي في مكان آخر في الـ في الـ في المسألة. مسألة المعرفة إذن تجرنا إلى الدورة المعرفية. الدورة المعرفية مثل ما قلنا كل الحركة أنت اللي تعلمها في المدرسة، على أي حال في المدرسة في نقطة مهمة، الطالب يتعلم في الصف وبرا الصف، واللي يتعلمه برا الصف مع ربعه وكذا أكثر بكثير من اللي يتعلمه داخل الفصل. احنا ما ودنا نشوفها مرات لكن هذا اللي يحصل، هذا الواقع. وبعدين راح المدرسة وش يسوي في العمل والبيئة العمل؟ أخطر مكان الإنسان يطور فيه المعرفة هو العمل. تعلم الواحد وإذا ما راح المكان العمل قاعد ينجز ويطبق ويمارس وكذا، ما ضايع يعني، حتى المعلومات تضيع مو تتحول إلى معرفة، بل بالعكس. أنا أقول لكم شو اللي يصير في الدورة المعرفية. فإذا الدورة المعرفية قاعد نتكلم من الإنسان ايش قاعد يمر فيه، ايش قاعد يسوي كل يوم، من معاه قاعد يحتك، وشون قاعد يفكر، وشون قاعد يتعامل، الهوايات اللي يسويها، مكان العمل ايش قاعد يصير فيه. فهذه الدورة المعرفية اما ان تكون دورة بناء او شغالة او تكون مشوهة، لان انت ممكن تطور معرفة سيئة، ها، عادات وسلوكيات سيئة، مو بالضرورة تكون عادات وسلوكيات جيدة. فالدورة المعرفية جدا جدا مهم ان احنا، ولذلك إذا 80% أو أكثر من الكويتيين يعملون في القطاع العام، والقطاع العام حقيقة يعني ما هي في الأغلب الأعم، إحنا قاعدين نعمم يا جماعة، لأننا قاعد نتكلم على مشكلة عامة، ها؟ أكيد دائما هناك في استثناءات يعني. فزين البيئة هذه حتى اللي شاد حيله واللي وده يشتغل واللي كذا واللي، هذه البيئة ما تساعده، كلنا نعرف ما هو سر،
بالعكس الأمور تتلخبط وكذا ويتعلم سلوكيات سيئة وعادات سيئة وكل الأشياء. فإذا إحنا المسألة هني الإشكالية، إن عندنا خلل في الدورة المعرفية للمجتمع كله. كل المجتمع يا جماعة نسبة كبيرة 80%، القطاع الخاص مو وايد أحسن، هم نتكلم شوي أحسن لكن مو وايد، يعني نتصور في شيء يعني هم إن 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 خيالي في المسألة. العمل والإنتاجية مسألة في غاية الأهمية، لأن الإنسان خلق ليعمل وخلق ليعمر هذه الأرض، وعندما لا يعمل يتداعى الجسد وينحرف القلب، وتكون الفرصة للشرور والحسد والحقد إنه يطلع. الله سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، صدق الله العظيم. والأمثال الشعبية كثيرة، إن ها اليد البطالة كذا، وها والفاضي يعمل آضي. وحتى إحنا ككويتين قبل الله واحد قالوا لك أنا بطالي، إنك سبيته، عيب إنك تكون بطالي، وايد عيب، وايد عيب. المشكلة الأساسية يعني إن الدورة المعرفية هذه ما قاعدة تكتمل. إنزين شنو هذا الخلل؟ فإذا الخلل عندنا إن ضعف الكفاءة الإدارية والتنظيمية للأفراد، والفرد مجموع الأفراد يكون المؤسسة والمجتمع. فإذا إحنا نقول ليش عندنا مشكلة إدارة؟ صح مشكلة إدارة، إيه ليش أكو مشكلة إدارة؟ وين مشكلة إدارة؟ من وين جاية؟ من خلل في هالدورة المعرفية اللي تحكينا فيها. إنه يعني باختصار بساطة، أنا الواحد ما يشتغل وظيفة وكذا وكل شيء، ما هذا ولو شعد حاله بيشتغل ما يخلونه، البيئة ما كذا كل شيء، فالعالم قاعدة تأخذ الراتب وخلاص. هذا يحصل خلل كبير في المسألة. هالمرض هذا، هالخلل هذا، شنو البيئة الحاضنة له؟ اقتصاد توزيع الثروة. الهيكل الفلسفة الاقتصادية اللي احنا موجودة عندنا هي موقع الخلل، هي البيئة الحاضنة اللي تخلق لنا هالمشكلة هذه. خلونا نشوف اقتصاد توزيع الثروة شلون يشتغل. هذه ميزانية الدولة للاختصار، خلينا آخر سنة حطيناها أخذناها من وزارة المالية 6.3 بلايين إيرادات النفط، طبعا انزلت كانت عشان شوية أعلى السنة اللي طافت، حلو. وفي إيرادات ثانية يمكن من الاستثمارات أو كذا 8 بلايين، تمام. 3.5 ثلاث بلايين ونص، تقريبا نص نص دخل النفط رواتب. وإذا الناس يقولوا 80% وكذا والإنتاجية كذا وهذا، معناته أنت بوش قاعد نسوي؟ تخيل واحد ورث له مليون دينار، قاعد مليون دينار وايد حلو، لا شغل لا عمل ولا شيء، عنده العيال كل شهر طبعا ماشي لهم راتب، ولا بغوا شيء حق الطرات حق المدري شنو حق الشاليه حق الكذا، هم بعد كذا ربعهم بيروحون هناك شيء عندهم سمرة عندهم، يعني ماشي تمام. ويصرف من هالفلوس، هو قاعد يصرف من رأس المال. في واحد ثاني شو يسوي؟ شوي أحسن منه، خذ المليون شرى بناية فيهم، الإيجار قام يصرف منه، على الأقل المليونة موجودة، حين نزل العقار صعد العقار، يعني حفظ على رأس المال. إحنا إيش قاعدين نسوي يا جماعة؟ إحنا قاعدين نأخذ رأس مال أصل موجود نسيله كل سنة، ها هذا مو مرة مو 10 سنين، هالسالفة كل سنة تصير. نأخذ هالست بلايين هذيلي هذا النفط اللي بعناه، ها أصل موجود يخلص مثل هالريال المليون،
ونقط 3.5 ملايين على رواتب راح نصل كذا. عقب عندنا مستلزمات سلعية بعد ذلك الحين اللي 3 ملايين يعني يشتغلون بعد يبون لهم مصاريف ثانية، شاي وقهوة ومدري شنو وأوراق وكذا ومستشفيات وقصص، يعني في أغراض بعد يبون وماشلة وكذا، ويعني في ها ماشلة ب3 ملايين قوية هذه ها. وبعدين مشاريع إنشائية وصيانة، حلو ها صيانة ماكو عوائد منها ولا شيء ولا كذا. وخلنا ننتبه يا جماعة، ترى كل ما نسوي شارع جسر مستشفى أي شيء ثاني، مو بس الفلوس اللي قاعد نصرفها على بنيانه قاعد نخلق مصروفات ثابتة لصيانتها لسنين ها. يعني في cost of ownership، مو بس الفلوس اللي كذا هذا بلع عليك، يعني مصروفاتك هم تزيدها من هالصوب تزيد تطلعك مكان ثاني. حلو شو بقى بعد؟ مشاريع إنشائية وما أدري شنو واستملاكاتها اللي حكينا فيها، ومصروفات مختلفة تحويلية وكذا، والله ما أدري شنو هي بس مو مهم. أنزل يعني هذا هو عكس، وإذا ارتفعت أسعار النفط ممكن يصير فائض يصير كذا يصير بهالطريقة هذه. هذا الموضوع إحنا كل سنة قاعدين نصل. الأخطر من هذا شنو يا جماعة؟ الأخطر من هذا ان احنا قاعد نسيل اصل راس مال وحيد عندنا من ثروه طبيعيه، مورد وحيد عشان